وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعين السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلما في صحيحه. ولعلنا وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. وشرحنا معنى هذه الجملة في درسنا الماضي. ثم يقول جابر رضي الله عنه: وكان يقول، أي في كثير من خطبه يردد هذا الكلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. خير الحديث كتاب الله. هذا الكلام هل يحتاج إلى برهان؟ قد يقول قائل: ما الدليل على أن خير حديث تسمعه أذنان كتاب الله؟ هذا الذي يسأل عن الدليل. وقطعا لم يكن بعد بأن هذا القرآن هو كتاب الله، ولو أنه علم هوية القرآن وعلم أن القرآن كتاب الله أي كلام الله لكان سؤاله هذا عبثا، فإن عاقلا لا يسأل بعد أن يستوثق من أن القرآن هو كتاب الله وكلامه. مستحيل بعد هذا اليقين أن يسأل: ما الدليل على أن كلام الله خيرا من أي كلام آخر؟ هذا السؤال لا يعني، لأنني إذا علمت أن الله عز وجل هو خالق الكون وصانع هذه الموجودات أجمع ومالك الإنسان وكل شيء خلقه الله عز وجل من غير الإنسان، فلا شك أن كلام هذا الخالق أشرف الكلام. قط كلام الخالق أشرف من كلام المخلوق، بمعنى أن كلام المخلوق عرضة للخطأ وللزيف وللوهم وللكذب
المخلوق قد يكذب، قد يسهو، قد يزيف، قد يخطئ، قد ينسى. كل هذه الأحوال تعترض كلامه، يتعرض كلامه لكل هذه الحالات. ولكن الله عز وجل إذا آمنت بربوبيته وعرفت ألوهيته لا شك أنني أعلم أن كلامه حق لا يأتيه الباطل، صدق لا يدخله الخنف والكذب، علما لا يتسرب إليه الجهل. قولة واحدة، إذ لو كان كلام الله عز وجل يحتمل الخطأ لكان صاحب هذا الكلام غير إله أبدا. لو كان في القرآن ما يحتمل مناقضة العلم، مخالفة الحقيقة، إذن قولا واحدا صاحب هذا الكلام ليس خالقا، هو واحد مثلنا. ولكن إذا علمت أن صاحب هذا الكلام هو الله، خالق الكون، خالق العقول، خالق النظام الذي يسمى رصده علما، إذا علمت هذا فكيف يمكن أن يدخل في ذهني تصور أن يكون هذا الكلام خاضعا لاحتمال خطأ أو نسيان أو جهل أو زيف؟ قولا واحدا هو مبرأ من هذا. فإذا كان كلام الله مبرأ من هذا كله إذن هو فعلا أشرف الحديث، خير الحديث كتاب الله عز وجل. ومع ذلك فإنك لتجد من إذا سمع القرآن أعرض عنه، ومن إذا حدثته ببعض من آيه ونصوصه وضعه في خانة مختلفة وبعيدة عن خانة العلم، وتصور أن القرآن يتكلم في الدين ولكنه يتعامل مع العلم، هذا الإنسان كيف يتصور ذلك؟ طبعا نحن نتكلم عن المسلمين، لا نتكلم عن غير المسلمين، لا أشكال في أن يقول لك إنسان هو غير مؤمن بالله ثم إنه يقف هذا الموقف من القرآن هو يعني متناسق مع نفسه قولا واحدا. لكن كيف يمكن أن يتناسق إنسانا مع نفسه يقول ويزعم أنه مسلم ومؤمن بالله عز وجل، فإذا وضعته أمام كتاب الله سبحانه وتعالى تشكك فيه أو في كثير من ما فيه، وصنفه في كثير من نصوصه أنه إنما يصلح للقرون البائدة وللعصور المنقرضة، وإذا حدثته عن العلم صور أو تصور أن القرآن في واد والعلم في واد آخر، كيف يمكن أن يتم هذا؟ تأويل ذلك وتحليله أن هذا الرجل منافق مؤمنا بلسانه مسلما بكلامه ولكن قلبه ينطوي على نقيض ما ينطق به لسانه، فهو لا يؤمن بهوية هذا القرآن ولا يؤمن بأن صاحبه هو الله وأن هذا الكلام هو كلام خالقي وخالقك وخالق الكون كله، ومن هنا يستهين به إذا سمع، ومن هنا لا
يبالي به ويضعه في مرتبة أدنى مما يسمى بالبحث العلمي. وعلاج هذا الإنسان لا يكمن في أن تناقشه بآيات القرآن، بل هذا خطأ وخطأ كبير. إنما العلاج يكمن في أن تعود به إلى أصل مرضه الذي يعاني منه، وهو جحوده بالله عز وجل، وجحوده بأن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن إذا عرفنا أنه كلام الله، كيف يمكن أن يكون صالحا لقرون خلت وغير صالح لهذا القرن؟ كيف؟ لو كان هذا الكلام كلامي أنا أو كلام فيلسوف من الفلاسفة أو عالم من العلماء أو ملك من الملوك، فعلا لكان خاضعا لهذا المعنى. أنا عندما أتكلم وأقرر وأعطي مبادئ، أخذ هذه المبادئ وهذه المعارف من عصري الذي أتأثر به وأعيش فيه، فإذا جاء عصر آخر من بعدي حقيقة ربما تجد أن كلامي الذي مضى عليه 100 عام لم يعد صالحا، كلام سليم. الإنسان بعقله المحدود لا يستوعب الكون كله، لا يستوعب الأجيال كلها، ولا يستطيع أن يهضم تطورات الأحداث حتى يغطيها جميعا بمبادئ وآراء. لكن هذا شأن المخلوق، مهما كان عالما فيلسوفا مخترعا أيا كان، لكن أرأيت عندما يتكلم الخالق عن كونه، عندما يتكلم الإله عن موجوداته وهو الذي يطورها وهو الذي يمدها بالتبدل من حال إلى حال إلى حال، هذا الإله عندما يتكلم عن مخلوقاته وصفا، ثم عندما يوصينا بمنهج معين من التعامل مع هذا الكون حكما، هل يمكن أن تقول هذا الكلام صالح لعصر رسول الله لكن غير صالح لهذا العصر؟ هذا كلام إنسان يناقض لنفسه، مجنون. كيف تقول هذا كلام الله؟ والله هو ذلك الإله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هو ذلك الإله الذي يقول عن ذاته العلية نعم ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، أي ما قال قامت السماوات والأرض بأمره وإنما قال أن تقوم، أي لحظة فلحظة تقوم المكونات دائما برعايته بأمره بإشراكه، هذا هو الإله الذي يخاطبك. إذن هذا الإله عندما يخاطبك بوصف الكون لا يمكن أن تقول إن وصفه هذا كان مقبولا في عصور خلف لكن في عصر العلم لا، وإذا أمرك بأمر لا يمكن علميا أن تقول هذا الكلام مقبولا كقانون قبل 4 قرون أما في هذا القرن لم يعد مقبولا. إذن قل إن الذي ينطق بهذا الكلام رجل مثلي ومثلك لا يعلم تطورات الأحداث، ولا يعلم أن الليالي حبلى
وأنها ستلد أوضاعا جديدة لا نعرفها. هذا الكلام ليس كلام كائن مخلوق بشر مثلي ومثلك، وإنما هو كلام الله عز وجل. إذا عرفت أن هذا كلام الله، فإذا حدثني عن أصل الخليقة وكيف بدأت فكلامه الحق الذي لا يأتيه الباطل أبدا، هذا الكلام علمي. وإذا أخبرني الله عن نشأة الإنسان وكيف أنه نشأ من آدم، وخلق الله آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح وهو بهذا المظهر السوي من الخلقة البديعة الجميلة، إذا كلامه حق وكلامه علم لأنه كلام الصانع. إذا حدثك القرآن، أي كلام الله، إذا حدثك القرآن وهو كلام الله عز وجل عن مآل هذه الدنيا وعن النشأة الثانية وأننا على موعد معها وأن الناس ستتشقق عنهم الأرض وسيعودون إلى الحياة مرة أخرى، إذن فكلامه الحق الذي لا ملية فيه لأنه كلام من؟ الصانع، كلام الصانع. وإذا حدثك الله عز وجل عن مهمة الإنسان فوق هذه الأرض وكيف أن الله سيوقفه بين يديه ليحاسبه على الصغير والكبير وأنه سيجزيه الجزاء الأوفى، سيجزيه الجزاء الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إذا هذا حق لا يأتيه الباطل أبدا لأنه كلام الصانع. اسمعوا، لا أقول كلمة صانع، كلام الصانع. هذا الجهاز الذي أمامي عندما يصفه المخترع الذي اخترع وعندما يتحدث عن كيفية إبداعه له وسبيل الاستفادة منه وكيفية صيانته، وأعلم يقينا أن هذا كلام من؟ كلام صانع هذا الجهاز. هل يمكن أن يعتريني شك بكلامه؟ مستحيل. ولو أعتراني شك إذا لكنت مجنونا. الصانع الذي صنع هذا الجهاز هو الذي يعلم كيف صنع، وهو الذي يعلم لماذا صنع، وهو أدرى الناس بكيفية صيانته. لكن إذا وصف هذا الجهاز أو تحدث عن فائدته أو كيفية صيانته، ما لا علاقة له بصنعه؟ قطعا لا أصدقه، قطعا لا أصدقه. ما شأنك بهذا؟ أنت الذي صنعت؟ معروف هذا الكون جهاز أيها الأخوة، جهاز، أعقد جهاز هو جهاز الكون والحياة والإنسان، معقد جدا. هذا الجهاز صنع أو لم يصنع؟ إن قلت لم يصنع فهذا هو الإلحاد، وملف الحديث عن الإلحاد مستقل لناقش هذا الإنسان لنثبت له الدليل على وجود السامع. أما إن كنت موقنا بأن هذا الكون قد صنع، إذا له سامع، صنع إذا له سامع، وعلمت أن هذا القرآن كلام من صنع الكون، وما القرآن؟ القرآن وصف بيانيا لهذا الكون، ثم إنه تعريف بأفضل طرق التعامل مع هذا الكون، هذا هو القرآن. يحدثك القرآن عن الكون كيف بدأ وكيف خلق وكيف هو مسخر للإنسان
وكيف تستطيع أن تستثير الوسائل للمزيد من تسخيره لنفسه؟ ثم ما قال القوم؟ ثم إن القرآن يحدثك كيف تتعامل مع القوم، وكيف تتعامل مع الإنسان، وكيف تتعامل مع الحياة. سامع الكون يقول لك هذا، هذا مثل تماما هذا الجهاز الذي جاءك من معمله ومعه بداخل علبته هذا الكتيب الذي يحوي وصف هذا الجهاز وفائدته وكيفية الاستفادة منه وسبل صيانته. هل من فرق بين جهاز صغير كهذا وجهاز القوي؟ لا. فإذا حدثني القرآن عن الماضي السحيق من العته والجنون، أن أقول هذا كلام غيبي، أنا رجل علم، أنت رجل علم، طيب بأي مصباح تستطيع أن تعرف ماضي الكون؟ حدق بعينيك في الماضي السحيق مهما شئت لن ترى شيئا، لن ترى شيئا. فإما أن ترضى بالجهل، وإما أن تفهم قصة الكون ممن خلق الكون. وإذا حدثك القرآن عن المآل تقول أيضا أحداث ما بعد الموت، يا أخي أنا رجل علم، هذا كلام غيبي. طيب أنت رجل علم، ضع النوازير أمامك وحدثني ماذا سيكون بعد الموت بطريق غير غيبي، بطريق تراه. ضع المناظير، ضع الأشعة بأنواعها المخترعة الحديثة، نعم أشعة ليزر وغيرها إلى آخره، يستعن بها وحدثني ماذا ترى من أحداث ما بعد الموت. إن أجبتني الآن وأنا معك، لكن الأمر الغيبي لا سبيل للعين إلى معرفته، ولا للأذن، ولا للشم، ولا للذوق، ولا لللمس. إذا ما السبيل إلى معرفة أمر غيبي؟ أن تصغي إلى صانع الموت وأحداث ما بعد الموت. نعم. ومن ثم فإن القرآن إذا قال لي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا قال لي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذا قال لي هذا الإله وأحل الله البيع وحرم الربا، إذا قال لي هذا الكلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. عندما يقول القرآن هذا الكلام وقد عرفت أنه كلام صانع الكون، ينبغي أن أعلم أن هذا الكلام حق، وأنه السبيل الأمثل لتعامل الإنسان مع الحياة وتعامله مع أخيه الإنسان. قطعا الباري سبحانه وتعالى عندما يقول لي السرقة لا يمكن أن تعالج بسجن ولا بعقاب تعزيري بدون أن أسأل الباري ما دليلك، بحكم كونه ربا وبحكم كونه عبدا وبحكم كونه صانع الكون استسلم لقراره واعلم ان حكمه هو الحكم الصحيح، كما استسلم لنصيحة صانع هذا الجهاز باصول تعالى مع هذا الجهاز. شيء معروف هذا، معلوم بان الله يزيد ضعاف الايمان ايمانا بوسائله. فنحن نعلم ان علم الاجتماع الاجرام لا سيما اثبت ان من الجرائم ما يتسرب الى النفس فيعشش في طوايا النفس ويصبح داء دفينا لا مخلص منه. السرقه
من هذا النوع، القمار الميسر من هذا النوع، المخدرات من هذا النوع. خالق الكون، خالق الإنسان، خالق نفس الإنسان يحدثنا عن هذا بهذا الشكل. إذا هذه الانحرافات لا تعالج بوسائل سطحية كالسجون والعقوبات التعزيرية، بل لا بد فيها من عقوبات رادعة، لكن بعد قائمة من الشروط، شروط كثيرة يعرفها من درس الفقه الإسلامي. وعندما قال لي الله عز وجل وليضربن على النساء بخمرهن على جيوبهن، الخمار هو ذات الغطاء الذي يوضع على الرأس، والجلب هو الصدر أو النحر وما على، وليضربن بخمرهن، كانت المرأة في الجاهلية تلقي خمارها هكذا وراء ظهرها، والنحر باب وجمة الشعر بابية. فلما جاء الإسلام أمرها أن تدير خمارها على دائرة وجهها، فلا يبدو شيء من شعر ولا نحر ولا صدر ولا نحو ذلك، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نعم، هكذا يقول الله عز وجل. إذا كان الذي يقول هذا الكلام رجلا مثلي، والله أرمي بكلامه عند الحال. وها هنا محط النظر، ها هنا النقطة. لكن إذا علمت علميا أن هذا كلام من خلق الرجل والمرأة، ومن أغرى الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ومن أقام من علاقة ما بينهما سر التواصل في استمرارية الحياة، إذا كان هذا الكلام كلام هذا الصانع، إذن هو كلام من صنع جهازا وينصحني بكيفية التعامل مع هذا الجهاز. ومن ثم في هذا اليوم وبعد عام وبعد قرن وبعد قرون طويلة هذا الحكم مستمر، لأن الله عندما أعطاني هذا الحكم ما ربطه بميعاد، ما ربطه بسنوات، ما ربطه بمصلحة متطورة. ثم نقول مرة أخرى، ضعاف الإيمان تلتمع أمامهم البراهين تلو البراهين على أن هذه النصائح نصائح محب، نصائح رحيم، ليس نصائح من يريد أن يحملنا أغلالا أبدا. ما هي هذه الأدلة؟ المجتمعات التي التزمت والتي لم تلتزم، التي التزمت بهذا الأدب ماذا قيدها هذا الأدب؟ بماذا قيدها؟ قرأت في مجلة تصدر في بريطان، واليوم أقول للإخوة الذين يحبون أن ينظروا إلى يعني حياة الجديدة كيف تسير، هنالك صحوة إسلامية قوية من أقصى العالم إلى أقصى العالم، صحوة إسلامية موجودة، ولكن بمقابل الصحوة الإسلامية هنالك أسلحة جديدة يستثيرها وتهتاج بها فئات مختلفة متنوعة من محترفي الغزو الفكري، بمقدار ما تجد أن هنالك سعي إسلامية، بمقدار ما تجد ثائرين بكل الوسائل ضد هذه الصحوة. من هذه الوسائل؟ مجلة يصدرها أناس معروفة هويتهم في بريطانيا، نعم، بعدها أن تضع مبادئ الإسلام الحق تحت محك النظر، لا ليه، وإنما تحت محك الكلب في أثناء الشحناء والحقد والكذب والافتراء. وبريطانيا عبر أقنية خفية تمدها إلى ذي المال، وأنا أتحدى من يستطيع أن يكذبني بالمال. نعم،
يأتي واحد يكتب في هذه المجلة فيقول الحجاب هذا شيء يهود دخل الدين من اليهود من النافذة الإسرائيلية، وهذا هؤلاء الفقهاء الذين اخترعوا لنا هذا الحجاب اخترعوه عن طريق اليهود، هؤلاء أصلا يهود مدوا جسرا بين اليهود وبين العالم الإسلامي وسرقوا تعاليم يهودية كالختان كأشياء تتعلق بآداب المرأة في حالة الطمس حالة العادة الشهرية ومن ذلك الحجاب وما إلى ذلك، ويتكلم بأسلوب قذر جدا في هذا الموضوع، وتعلم أن الرجل قد أحرق كبده هذا التوجه الإسلامي واضح جدا جدا. نحن أنا قرأت هذا الكلام وقال لي قائل ألا ترد علي؟ والله أيها الإخوة لقد رأيت أنني إذا أردت أن أرد على مثل هذا الإنسان الذي يحرق قلبه الكون فأنا بهذا ربما أشفي ذليله وربما أقيم له وزنا، ولو عاقل حر إلا يتصور المثال التالي، ذلك التيس الذي رأى أمامه صخرة جافنة قاسية نعم واستثاره الغضب الشديد من وجود هذه الصخرة الجافنة منذ أحقاب، فما هو إلا أن يتأخر ثم يتقدم ويضرب مرة عن يمين ومرة عن يسار هذه الصخرة، الصخرة عاتية والصخرة جافية والصخرة تضرب بجذور الله في باطن الأرض، فما الذي تتوقع؟ إنما تتوقع أن يتهشم القرن الأيمن مرة والأيسر مرة وينتهي هذا الحيوان الغبي إلى موت أو ما يشبه الموت، هذا حال هذا الإنسان الحقير الغبي. الحجاب ما الذي أغضبه من الحجاب؟ هل أنا أسأل هل قيد الحجاب المرأة المسلمة عبر التاريخ الإسلامي؟ قيدها فمنعها من أن ترتفع إلى ذروة العلم الذي ارتفعت إليه في كل موادين العلم التي مارستها المرأة المسلمة؟ هل كان هذا الحجاب حجر عثرة طير غل منعها من أن تشترك مع الرجال في ساحات الوغى عندما ينادي الجهاد بالنفير العام؟ هل قيدها حجابها ومنعها من أن تشترك مع الرجل في قتال حقيقي لا شك؟ هل منعها حجابها من أن تجلس مجلس الحديث والرواية؟ هل منعها حجابها من أن تكون مفتية يحج الناس إليها بالاستفتاء؟ هل منعها حجابها من أن تتخذ مكانها في مجلس الشورى وللمرأة مكانا في مجلس الشورى باسم الإسلام؟ كانت المرأة في عصر رسول الله تستشار، أكان يمنعها الحجاب من ذلك؟ كان في عصر عمر النساء يستشيرهن وربما يكلفهن ببعض الأمور الهامة، أفكان الحجاب يصدها عن القيام بشيء من هذا؟ وكانت المرأة في كثير من الحروب
يوجد جنبا الى جنب مع الرجل، افكان حجابها الاسلامي يمنعها؟ وكانت المرأة تتعلم باسم الاسلام كما يتعلم الرجل كل العلوم التي يتعلمها الرجل، ما اغلق الاسلام بابها دون المرأة وفتحها امام الرجل. افشك التاريخ الاسلامي ان حجاب المرأة منعها من ان تتعلم؟ المرأة المسلمة ألفت ودونت وقامت بأعمال كثيرا ما عجز رجال عنها، أفكان حجابها حجر عثرة في سبيل ذلك؟ ما علاقة الحجاب بتخلف المرأة؟ ما علاقة لها؟ والعكس أيضا أقول، متى كان أيها الأخوة مظهر التعري ومظهر البعد عن الآداب التي رسمها القرآن عنوان تقدم للمرأة؟ متى؟ في أطراف الخليج، ها هنا وهناك كثيرا من العاريات القاسيات، فهل كان هذا يعني تقدم؟ والله إني لأعلم أن فيهم من لا تفقه شيئا من تاريخ حياتها، ولكن إذا كان التعري هو المقياس فينبغي أن نعلم أن في بلادنا العربية أمما ينبغي أن تكون الآن في مصاف الدول الأولى، لا في الدول النامية ولا في الدول من الدرجة الثالثة ولا الثانية، لأن عنوان التقدم موجود يا أخي، عنوان التقدم التعري انتهى الأمر. ولكن لا الحجاب المعقول الذي امر به الاسلام كان يوما ما غلا وقيدا سد المرأة ورجعها بها عن ميادين التقدم، ولا تعريها كان في يوم من الايام سلما الى صعيد. من هذا الربط بين هذا وهذا؟ من هو الغبي الذي يمكن ان يقرأ هذا الكلام ثم يصدقه ويمشي وراءه؟ لا. واذا كان موضوع نبذ الحجاب هو الاساس في مقياس التقدم، فلننظر، فان الكثيرات من فتياتنا ونسائنا قد نبذن الحجاب بشكل او باخر، فلماذا لم يتحقق من هؤلاء الكاشفات المتعريات، لماذا لم يتحقق منهن سلما الى الصعود؟ لماذا لا نزال نعاني من انواع التخلف اطلاقا؟ ما راينا هذا التعري كان علاجا لتخلف اقتصادي، ما راينا هذا التعري كان علاجا للتخلف في نطاق التفرع والتشتت بعد ان كنا امة واحدة، ما عرفنا هذا التحري، هذا التحري شكل علاجا ضد الاعداء الذين يتربصون بنا او الذين نعم يجثمون فوق صدورنا وفوق بلادنا المقدسة، ما رأينا شيئا من هذا، فعلت شيئا من ذلك. ولذلك اعود فاقول احد شيئين، الذي يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذن، الى اخر ايات الحجاب. لا ايه واحده، ان كنت ترى ان هذا كلام رجل مثلي ومثلك فوالله اترك هذا الكلام والقه وراء ذلك، لكن انا على موعد معك في نقاش هل هذا الكلام كلام رب ام كلام مخلوق، ها هنا ينبغي ان اتكلم عنه. واما ان كنت موقنا ان هذا كلام خالق الكون فما لك تصدق كلام صانع جهاز وتقف على دراسه الكتالوج بدقه واحترام وتصدقه قولا واحدا، ولا تصدق صانع هذا الكون عندما يحدثك عن كونه
ثم عندما يوصيك وينصحك بكيفية التعامل مع أخيك الإنسان ذكورا وإناثا، ثم إذا أردت أن تعلم الحصاد ماذا جمع أولئك الذين نبذوا آداب الإسلام، ماذا جمعوا؟ أكثر من أنهم مزقوا نفوسهم، وأكثر من أنهم بخروا عقولهم، وأكثر من أنهم فتحوا آفاق ونوافذ الأمراض الكثيرة الخطيرة إلى بيوتهم وإلى مدنهم. ماذا صنعوا أكثر من ذلك؟ ولماذا؟ لماذا أتجاهل الحق؟ أنا إذا كنت أريد أن أطلب وأن أستلم بمنظر فتاة تقف أمامي بكل زينتها، هذه فائدة نفسية وليست فائدة عقل. لماذا أجعل عقلي محاميا عن شهوتي؟ لماذا الكذب؟ لماذا أجعل عقلي محاميا لغريزتي؟ هذا شيء لا يتفق مع كرامة الإنسان إطلاقا. وكم سمعت، وكم قيل لي، وكم من رسالة وصلتني، وكم من فتاة شكت إلي، كل هذا الذي وصلني عبارة عن ضحايا المدنية الحديثة، ضحايا أولئك الذين يحاربون الحجاب. ذهب ضحاياه بشرف، ذهب الشرف، ذهب المستقبل، ذهبت السعادة باسم أن الحجاب شيء قديم، وأن هذا شيء ينبغي أن يتطور، وأن هذه الآية ينبغي أن تدعى على الرب. تركت نصيحة الله واستجابت لنصيحة الدجالين، فماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أن هؤلاء الذين نصحوها وتبسموا لها وأظهروا لها القداسة، عمر هذا التقديس كان عمر قصير جدا، ريثما استجروها ثم استجروها ثم ركنت إليهم ثم فقدت أعز شيء عندها، بعد ذلك انتهى عمر الاحترام والتقديس ونبذت كما تنبض قشرة فاكهة تلقى تحت الأقدام. وما أكثر الفتيات التي لحقت الواحدة منهن هذا الذي حدثها عن التقدم والتأخر، حدثها عن الحجاب وذهاب عصره، وطالبته بأن يكون عند قلبه، وطالبته بأن يكون صديقا معها. أين المواعيد؟ نظر إليها نظرة ازدراء وقال: أنا عندما أختار شريكة حياتي أختار إنسانة شريفة. هذا هو باختصار أيها الأخوة، تلك هي قصة نبذ الحجاب ومحاربة الحجاب وإغلاء والضحك على المرأة بكلمات التقدم وما إلى ذلك. المسألة عمرها ريثما يستطيع هذا الإنسان أن يمد يده كأخطبوط، فنال لذة ساعة أو ليلة من هذه الفتاة ثم إذا بها منبوذة. لكن طيب هل يعني يعقل من إنسان عاقل أن يشك برحمة الله عندما ينصح وعندما يعلمه، وأن يؤمن ويستوثق من نصيحة إنسان فاجر كذاب يدع أمر ربه العليم الحليم الرؤوف الكريم ويلحق وراء زيف المزيفين وكلام الكذابين والدجالين؟ هذا معنى قول رسول الله: خير الحديث كتاب الله. وإذا عرفنا أن هذا الكتاب هو خير الحديث، فالخيرية تقتضي أن نطبق وأن نحقق. وأنا لا أقول أيها الإخوة
ينبغي أن نسند ظهورنا إلى الجدد وننتظر من غيرنا أن يكون أغير على بناتنا وزوجاتنا منا. هذا كلام إنسان مأثوم، هذا كلام إنسان ضحل التفكير أبله من البله والجنون أن أنتظر أن يكون غيري أشد غيرة على بناتي مني. فأقول لماذا المسؤولون لا يطبقون لا ينفذون؟ لماذا لا؟ لماذا يحاربون الإشارة؟ لماذا كذا؟ المطلوب أن تكون أنت الغير قبل كل شيء. أثبت غيرك وأثبت تعاملك بصدق مع كلام ربك، ثم انظر كيف يجند الله لك فئات الناس لتطبيق الطريق الذي تسير عليه. أما عندما أدع الأمور تسير على أعينتها وأترك القضايا ولا أتعب نفسي فيها وأنتظر من الآخرين أن يكون هم الغيار على أهلي وعلى بناتي، هذا شيء عجيب جدا، شيء عجيب. لا، كن أنت الغيور قبل كل شيء وطبق مقتضيات غيرتك، ثم انظر كيف يجند الله لك من الأعلى ومن الأدنى من يسيرون سيرا من سجما وراء غيرتك. فإذا كان خير الحديث كتاب الله، إذا ينبغي أن يكون كتاب الله معتصمنا، ينبغي أن يكون أساسنا ومدراسنا ومنطلقنا في فهم الحياة والتعامل مع الخير. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي رسول الله. في القرآن والسنة أيها الإخوة كل واحد، عندما نسري إلى السنة ومن نبدأ أنفسنا بتعاليم السنة، فنحن في الواقع إنما نبدأ أنفسنا في الوقت ذاته بماذا؟ القرآن. لأن ما الذي يدعوني إلى أن أقلب نفسي بالسنة؟ أبدا، لولا القرآن والله لما قلت نفسي لا بالسنة ولا بالسنة. لكنني رأيت أن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاعني. ورأيت الله يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم، ورأيت القرآن يؤكد ويكرر هذا مرارا. فلما تمسكت بكتاب الله، تمسكي بكتاب الله اقتداني أن أجعل من سنة رسول الله شرحا لكتاب الله وبيانا لكتاب الله سبحانه وتعالى. فأنا عندما أفهم آية من القرآن على ضوء كلام رسول الله، هل أتأول القرآن؟ هل أترك القرآن؟ هل أكتب فوق القرآن؟ بالعكس، أنا أطبق القرآن. ولكن الذي لا يعني لم يدرس القرآن ثم يأتي ويريد أن يجادل في القرآن، ما علاجه عنده؟ رجل ما درس القرآن ثم يطيل لسانه جدلا في القرآن، يا أخي ادرس وتعال بعد ذلك ما تسمع. نعم، إنسان يقول لك إن عمر بن الخطاب أبطل النص عندما لم يقطع يد سارق عام الرمادة، أبطل النص. فلنبطل نحن أيضا نصوص أسوة لعمر. من قال لك إن عمر أبطل النص؟ وهلا درست باب السرقة ودرست سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان للقرآن بأمر من القرآن، لكي تعلم أن عمر طبق النص أم تجاوز النص؟ الله يقول: أقيم الصلاة، ورسول الله قال: صلاة الليل أربع ركعات، والسنة ركعتين، والمغرب ثلاث ركعات. إذن الرسول غير النص،
الله قال أقيم الصلاة ثم قال لك وأنزلنا إليك الذكر لتبين يا محمد للناس ما نزل إليهم. وسنة رسول الله وحيا غير متلو، والقرآن وحيا متلو أي لفظا ومعنى. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من هو السارق؟ لابد أن نعلم من السارق. في فرق بين الغاسل والسارق، الغاسل لا تقطع يديه. ماذا يسرق؟ ممكن يسرق بيضة، ممكن يسرق 10 ليرات، كم هو المبلغ الذي إذا سرق يخضع لإقامة الحد؟ ثاني، طيب من هو الشخص المسروق الذي ينبغي أن يسرق منه؟ ما هي الظروف الزمنية التي ينبغي أن تقع هذه الجريمة فيها؟ كل هذا من الذي بينه؟ رسول الله بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال لنا رسول الله باختصار فيما روته عائشة موقوفا ومرفوعا أيضا: ادرأوا الحدود بالصبيعات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خيرا من أن يخطئ في العقوبة. الصبيعات أي شبهة تخيل أن للسارق حقا فيما صنع. سرق رجل من مال أبيه، لا تقطع يده، لأن بين الأب والابن صلة قربة. العكس، سرق الأب من أبيه، كذلك سرقت الزوجة من مال الزوج أو الزوج من مال الزوج، بيت واحد، الحرز واحد مثلا. الخادم الذي في الدار سرق من مال سيده في نفس الدار، لا قطع. سرق رجلا اثناء مجاعة، لا قطع. سرق رجلا من مال الدولة، لا قطع، لان مال الدولة ملك من؟ لان كلها، لا قطع، كلها تدخل تحت. ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لكن معنى لا قطع اي لا عقابة؟ لا، عقاب موجود، العقاب التعزيري موجود، نطلب من القاضي ان يرى عقوبتنا سجنا، جلدا، غرامة، بأي طريقة من الطرق، لكن قطع غير موجود. عندما أقول هذا الكلام أقول والأسى يحز في نفسي من ظاهرة، هي ظاهرة تخلف من ناحية العلمية، هي ظاهرة قفز فوق الإسلام بدون عذر. أن أجد إنسانا، بل أجد أناس كثيرين لم يتعاملوا مع القرآن بأي دراسة، ما أنفق وقتا لا قصيرا ولا طويلا في تأمل هذا القرآن، في التعرف عليه. نعم، وكأن القرآن يناديهم وهم مسلمون راكبين، يناديهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا يتأملون في القرآن ولا يدرسون علاقة القرآن بالسنة، ولكنهم يتيمون ألسنتهم نقدا وتهديما وتحطيما لهذا القرآن. لك أن تفهم ثم تنتقل، أما أن تنتقل قبل أن تفهم فهذا شيء سمج، ونستعيذ بالله عز وجل من الزمازة بكل أشكالها. الحمد لله.